السلام عليكم. اليوم رانا في الحراش ونروح نشوف التهيئة نتاع الضفاف تاع واد الحراش على مستوى المدينة. إذن هنا راني بالقرب من يعني في الساحة المركزية لمدينة الحراش، وسوف أقترب من سوف أقترب من الضفة تاع الواد ونشوفوا المستوى نتاع الأشغال وكذلك النوعية نتاع الأشغال نتاع التهيئة نتاع الضفاف هادو، و يعني أريد نأكد بأنه التهيئة تاع واد الحراش على مستوى وسط مدينة الحراش، يعني الجزء هذا هو أهم جزء في التهيئة بصفة عامة لما لمدينة تاع الحراش من أهمية بالنظر إلى الحجم تاع المدينة والكم الهائل تاع البنايات المتواجدة على مستوى مدينة الحراش. إذن هنا رانا في على مستوى التهيئات الجديدة لمدينة الحراش، وهنا نشوف المدينة اللي فيه برنامج، يعني وهذه حاجة نزيد نذكروها انه فيه برنامج لتهيئة وترميم المباني نتاع المدينة تاع الحراش، خاصة في المنطقة هذه اللي راني فيها. فيه إذن فيه برنامج لتهيئة وترميم كل المباني نتاع القديمة تاع وسط مدينة الحراش، وهنا نشاهد جزء من التهيئة نتاع واد الحراش. إذن نشوفوا هذا التهيئة هذه جد مهمة لأنها توسع المدينة تاع الحراش، توسع المدينة وتعطي نفس جديد للمدينة تاع الحراش. وهذا الشرفة داروا شرفة رائعة، شرفة جميلة جدا. هذه شيء جميل و شيء سوف تكون له أثر إيجابي على المدينة، خاصة وأن المنطقة هذه كان فيه بنايات عشوائية، كان فيه بنايات قديمة. إذن هذا هو التهيئة نتاع مدينة الحراش على مستوى المدينة، ونشوف فيه انه جسر هنا نشوف جسر، هذا الجسر تم افتتاحه مؤخرا. نروح نشوف الجسر هذا، نشوفه من جهة ملهيه. إذن نزيد نروح نشوف جزء آخر من هذه التهيئة، نروح نشوف الجسر الجديد هذا الذي تم وضعه حيز الخدمة. إذن واللي هو تابع للأشغال تاع التهيئة، يدخل دائما في إطار الأشغال تاع التهيئة نتاع واد الحراش. إذن هنا نشوف البداية تاع الجسر هذا. والشي المؤسف أنه كنا ننتظر أن يكون فيه يعني في المنطقة هذه
جسر ميكانيكي للسيارات خاصة، لأن الجسر الميكانيكي المدينة الحراش تحتاج جسر في هذه المنطقة بالذات، لأن الجسر الموجود حاليا وهو جسر قديم يعود إلى الفترة الاستعمارية، وإذا كان فيه قدر الله فيه مشكل في الجسر هذا سوف نلقاو مشكل كبير نتاع مرور السيارات على ضفتي الوادي نتاع الحراش. إذن كان من المفروض إنشاء جسر ميكانيكي في هذا المكان. هما آثروا إنشاء جسر للمشاة فقط، والأمر هذا لابد أن يفكروا في إنشاء جسر ميكانيكي في المنطقة هذه للسيارات. وهذا الجسر اللي نشوفه هنا هذا جسر آخر تم إنشاؤه مش قديم كثير، هذا عنده حوالي 10 سنوات من اللي تم إنشاؤه. وكذلك كانت الفرصة لإنشاء جسر ميكانيكي ولم ينجز الجسر الميكانيكي في هذه 10 سنوات اللي مضت، فالآن نفس المشكل، نعود إلى نفس المشكل هو عدم التفكير في إنشاء جسر ميكانيكي في هذه المنطقة. شين زوز جسور للمشاة ولا يوجد جسر ميكانيكي، خاصة وأن المنطقة هذه كان جزء من الطريق، يعني كان مخطط لإنشاء جسر بتاع السيارات، لكن للأسف ليس لدينا هذا الجسر. إن شاء الله يكون في المستقبل. إذن هذا هو التهيئة على مستوى وادي الحراش بالجزء الذي يتواجد وسط مدينة الحراش. وأعيد التذكير أنه مدينة الحراش فيه برنامج لترميم وتجديد بنايات المركز نتاع المدينة، المركز التاريخي نتاع المدينة نتاع الحراش، فيه برنامج لترميم بنايات الحراش مع فتح هذه الأجزاء نتاع الواد نتاع الحراش. إذا نتاع التهيئة سوف يكون للحراش وجه جديد إن شاء الله. إذن هذا هو، هذه هي الأشغال، وهنا نزيد نشوف الأشغال من الضفة الأخرى، الضفة الأخرى للواد. هنا فيه مساحات شاسعة، فيه مساحات شاسعة سوف تهيأ، يكون فيه إن شاء الله مساحات خضراء. يكون فيه إن شاء الله مساحات خضراء وفيه أماكن لممارسة الرياضة وملاعب كذلك، فيه إن شاء الله يكون فيه ملاعب. هنا نشوف مساحة شاسعة كبيرة جدا تليق بمثل هذه الـ يعني النشاطات الشبانية. وإذا نخليكم في رعاية الله وحفظه، و ندير موعد لفيديوهات أخرى في مناطق أخرى من هذا المشروع الضخم. إذا انتظرونا في فيديوهات مقبلة حول مناطق أخرى من وادي الحراش، سوف نوافيكم بها في الأسابيع الأيام القليلة القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.